الأوعية الدموية blood vessels. والآن يا سالم، نحن بحاجة لأخذ عينة من الدم لكي نستكمل الفحص الدوري لك. وكيف ستقوم بذلك؟ سنقوم بذلك عن طريق وخز الإبرة داخل الوريد. الوريد؟ وما هو الوريد؟ الوريد هو أحد أنواع الأوعية الدموية الموجودة داخل جسم الإنسان. وما هي الأنواع الأخرى للأوعية الدموية؟ بالإضافة للوريد، فهناك أيضا الشرايين والشعيرات الدموية. وهل جميع هذه الأوعية تؤدي نفس الوظيفة؟ بالطبع لا، فلكل نوع من الأوعية الدموية دور يقوم به، وسأوضح لك وظيفة كل نوع منها. أولا الشرايين arteries. عندما يضخ الدم خارج القلب فإنه ينتقل عبر الشرايين ثم الشعيرات الدموية ثم الأوردة. أستنتج من هذا أن الشرايين هي المستقبل الأول للدم عند خروجه من القلب، أليس كذلك؟ استنتاجك صحيح يا سالم، فالشرايين تعرف بأنها الأوعية الدموية التي تحمل الدم بعيدا عن القلب، وتمتاز الشرايين بجدرانها السميكة المرنة المكونة من النسيج الضام والعضلات الملساء. ثانيا الأوردة veins. وماذا عن الأوردة؟ الأوردة هي الأوعية الدموية التي تحمل الدم في اتجاه القلب. قرأت معلومة تقول إن الأوردة تحتوي على بعض الصمامات، فهل هذا صحيح؟ نعم يا سالم صحيح، فهذه الصمامات تساعد الأوردة على القيام بوظيفتها والتي تضمن تحرك الدم في اتجاه القلب. وما الذي يحدث إذا رجع الدم إلى الخلف؟ إذا رجع الدم إلى الخلف فإن ضغط الدم يغلق الصمامات، كما تساعد العضلات الهيكلية المحيطة بالأوردة على دفع الدم في اتجاه القلب، فعندما تنقبض العضلات تضغط على الأوردة فتدفع الدم في اتجاه القلب. هل يمكن أن نتحدث الآن عن الشعيرات الدموية ووظائفها أيها الطبيب؟ بالطبع يا سالم. ثالثا الشعيرات الدموية. فالشعيرات الدموية هي أوعية دموية دقيقة تربط بين الشرايين والأوردة. وهل يمكنني أن أرى هذه الشعيرات الدموية؟ بالطبع لا يا سالم، لا يمكن رؤية هذه الشعيرات الدموية بالعين المجردة. والآن هل يمكنك أن تتوقع حجم هذه الشعيرات الدموية؟ أعتقد أنها صغيرة جدا، وقد تكون أصغر الأوعية الدموية الموجودة في الجسم. أحسنت يا سالم، تماما كما استنتجت، فالشعيرات الدموية هي أصغر الأوعية الدموية الموجودة بجسم الإنسان، حيث يبلغ سمك جدار الشعيرات الدموية خلية واحدة فقط، ويمكن للمواد الغذائية والأكسجين الانتشار عبر هذه الشعيرات الدموية إلى خلايا الجسم، وكذلك انتشار الفضلات وثاني أكسيد الكربون من خلايا الجسم إلى الشعيرات الدموية. حسناً، لقد انتهينا، وسأقوم بإرسال العينة إلى المختبر لفحصها، ولكن هل عرفت كيف ينتقل الدم في جسمك؟ نعم، ينتقل الدم من خلال الأوعية الدموية والتي تضم الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. تنقسم الأوعية الدموية إلى ثلاثة أنواع، هي الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية، وتعرف الشرايين بأنها الأوعية الدموية التي تحمل الدم بعيدا عن القلب وتمتاز بجدرانها السميكة المرنة. أما الأوردة فهي الأوعية الدموية التي تحمل الدم في اتجاه القلب وتمتاز بصماماتها التي تدفع الدم باتجاه القلب، بينما تعرف الشعيرات الدموية بأنها أوعية دموية دقيقة ورقيقة الجدر تربط بين الشرايين والأوردة.